الحمد لله. ما توقعت بعد 6 شهور من المذابح، بعد 32,000 شهيد وأكثر، عسهم كذلك يا رب، بعد تكاتف الصليبيين وملة الكفر على المسلمين في غزة، بعد ما حصل ما حصل، بعد هذا كله أن يأتي إنسان ويقول والله يا جماعة الخير، جماعة السفارة وجماعة بنصر غزة والبنصر المستضعفين، هؤلاء والله إخوان مسلمين حزبيين عندهم مصالح خاصة، أو هذول والله شغلة أردني فلسطيني وفلسطينيين وبياخذوا بلدنا. بداية أنا لن أتكلم، والله أقول أنه من منطق أنا، يعني قبيلة بيليا موجودة في الأردن من أكثر من 1500 سنة، لن أتكلم بهذا المنطق. اعتبرني فلبيني لكن مسلم، اعتبرني هندي لكن مسلم، اعتبرني مصري لكن مسلم، اعتبرني أي شيء لكن مسلم. هل إخوان المسلمين هم اللي قالوا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ هل الفلسطينيين هم اللي قالوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ هل الإخوان المسلمين هم اللي قائلين إنما المؤمنون إخوة؟ ولا الفلسطينيين هم اللي قالوا حديث مدى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحمى. هل هذول هم بالحكوا المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه؟ إحنا نتكلم بصراحة ونكون واقعيين. أنتم مشكلتكم الحقيقية مع المصحف، مشكلتكم الحقيقية مع الله عز وجل، آيات واضحات، أحاديث صريحات صحيحات، كلها تتكلم عن وجوب النصرة بأي طريقة بأي وسيلة ترضي الله عز وجل. الله بيحكي ولا ينالون من العدو نيلا، أي نيل في العدو إلا كتب لهم به عمل صالح. وانت بتحكي لي احزاب واردني فلسطين وغير ذلك، شو رايك لما تقرا الفاتحه بلاش تقرا غير المغضوب عليهم، بلاش يحسبوك انك فلسطيني ولا بيحسبوك انك حزبي ولا بلاش، شو رايك؟ سؤال بس يعني. الله المستعان. يا جماعه الخير المساله خطيره، المساله وصلت الى قريبه من الكفر والايمان. اعرف حالك وين واقف، ترى اخرتها يا مقبره السحاب، يا مقبره الهاشميه، متر مترين وخلص، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله لتسأل عن كل دم كنت سبب في خذلانه. أعطيني رقم بس، احكي لي إيش الرقم المطلوب منك بعده حسيت تستحي على دمك. لازم يموت 100,000، 200,000، أعطيني رقم. لازم أشوف 50,000، لازم أشوف أكثر أسيرات يتعرضن للانتهاكات الجنسية. أعطيني رقم حتى تبدأ وتستحي وتخجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سنواصل النصرة طاعة لله عز وجل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.